ولو رجعت هلا لحالي يا مو ما عاد يرجعني، انا بعرف. يبعت لي قتلي ساعة ما قلت له لأبوكي، انا المحوقة يا مو، يا ريت انقطع لساني ولا قلت له عن خناقتك مع جوزك. مشي الحال يا مو مشي الحال، بس انا ما رح سامحه لأبي ولا رح سامحه. لا يا مو الله يرضى عليكي لازم تسامحي. لك امي انا مالي كلمة بهالبيت، بتعرفي رجل الكرسي احسن مني. بس الله يسامحك يا ابي، لك ليش يحلف يمين طلاق عليكي؟ بس فهميني. لك هو يا مو ما عم بفهم عليكي، هو شو؟ هو ما حلف علي يمين طلاق، حرام الكذب. شلون يعني يا مو؟ اختك عفاف هي حكت هيك مشان تضلي هون بالبيت وما تروحي. شو؟ عفاف! عفاف! تعي لي! خير اختي شو بك؟ ليش عم تعيطي؟ ليش هيك عملتي معي لي؟ والله العظيم مشان امك ما تتطلق من ابوكي. انتي ما شفتي لأبوكي لما اجى من بيت جوزك كيف كان عم بيحكي مع امك؟ يعني تقولي الشيطان راكبه مو هيك؟ بتقومي بتكذبي علي؟ كذبه بيضة اختي، صدقيني كذبه بيضة. بس مشان ابوكي ما يطلق امك صدقيني، لو اجى على البيت وما شافك عنا كان بده يطلق امك اكيد. الله لا يوفقك يا رب، الله لا يوفقك وخلصني منك. والله كامله ما كانت بدها تروح مع امك، ولو ما قلت لها انا روحي ما كانت راحت. ولو كان لعندهم منهم ما بدي اياكي تروحي. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا شو قليلة شو عملت معي؟ واحدة أخذت البنت على أساس على السوق، بتروح تكذب عليك وبتأخذها على البيت. والله مو قليلة يا أخي مو قليلة، بس كمان ما بنحط كل الحق عليها. أكيد أبو عزة ضاغط عليها لحتى تكذب عليه. هذا أبو عزة صار بده ترباية، لك بآخر عمره عم بيعمل هيك عمايل. لا بده ترباية ولا شيء. أبو عزة طول عمره أخلاقه صعبة وبيعمل شغلته وبعدين بيندم عليها. لا أختي، أخلاقه صعبة على حاله مو علي أنا، أنا جوز بنته، هذا واحد مخرف. الله يهدي لأبو عزه، الله يهدي. مش شايفتينا ما عنا كرامة لحتى بدك تروحي لحالك لعنده؟ أنا بدي روح لعن جوزي يا دول. سدي حالك تضربي بهالراس، الله يعدمني إياكم أنت وأختك لأخلص منكم. طول بالك يا أبو عزه طول بالك، الله يخليك. تضربي انت وهيك تخلفي. هدي حالك، البنت بدها تروح لعند جوزها، اي ما غلطت وهذا حقها. انا ما قلت والله والله ماني مبسوط بقعدتها هون عندي بالبيت، بس خليها تعمل لحالها شوية قدر وقيمة وتستنى جوزها لحتى يجي ياخذها، مشان فهمه انه نحن ما لنا جوعانين ولا لنا حراميه. معك حق معك حق، باذن الله باذن الله بيجي ابن عمي باذن الله. ماشي الحال. يا رب ترهي على خير رجاء سيدنا محمد. هادي بشوف ناوليني. شو بدي ناولك؟ بدي مصاري. لسه ما تأمن معي شي. لك يخرب بيتك. لك خلاص كداس شو صار لك؟ بكرة بأمن لك مصاري، روح هلا روح. بكرة بدي اياهم ها، بكرة من كل بنت ولا بطالع جناني عليك. لك خلاص بقى فهمت العمى، روح. يا روح خلصني. وزية. نعم شهرة خانم. شو جاي على باله جوزك اليوم ياكل؟ جاي على باله فاصولية مع مرقة وجنبها رز مفلفل. اي والله طيبة هالأكلة. طيبة كتير والله. لكن نادية على مطيعة وقليلة خليها تنسل الفاصوليات وتقطعهم، وانت شوفي شو عندك شغل ساوي. هو هيك مطيعة؟ نعم. لك تعي. ليكني اجيت امريني بلشي بالطبخة وانا رح اشتغل كل شغل البيت. لح اخلص توضيب اوضتي واجي ساوي الطبخه وعاونك بشو ما بدك. الله يرضى عليك، بدي تجري معي جرن الكبة، أبوك كتير جاي عباله كبة مشوية. حاضر يا مو من عيوني. أختك كاملة وينها؟ أختي كاملة؟ ليك شحة بغرفتها، يا حرام ما نشفت دموعها هالمسكينة. لا
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسرتي عليها، مقهورة كتير المسكينة. ايه والله. أبوكي جاب اللحمة؟ لا يا مول، لسه ما حدا إجا. أيوه. قلبه بارد بشي وبشي تاني مثل النار. تعي فوتي معي يا مول. يلا يا مول جاي. وانتي شو اللي جابك؟ شو جابني يعني فوزية خانوم؟ جاية لبيت جوزي أنا. قصدي شو اللي جابك بعد اللي عملتيه؟ مرحبا شهيرة خانوم. أهلين تقبريني. أهلين وسهلين. نورتي بيتك. مطيعة؟ تقبري قلبي. اشتقت لك. والله وأنا اشتقت لك كومايات. شهيرة خانوم، مو المفروض كاملة ما تفوت على البيت لحتى يأذن لها ابن عمي؟ وانتي شو رأيك ست فوزية؟ والله أنا رأيي إنه تحمل حالها وترجع على بيت أهلها، وبس يسمح لها ابن عمي تبقى بترجع. انتي هيك رأيك؟ ايه شهيرة خانوم، يعني مشان ما يزعل ابن عمي. ايه لا اطمني، ما رح يزعل ابن عمك إذا عرف إنه كاملة رجعت لحالها على البيت. صدقيني رح يزعل. قلتلك ما رح يزعل. ايه مثل ما بدك شهيرة خانوم، ولا تهزي بدنك. بس أنا يعني كنت خايفة إنه ابن عمي طعميني بهدلة لأني سمحت لها تفوت على البيت. ومن أنتي لحتى تسمحي لها أو ما تسمحي لها وليه؟ روحي روحي على شغلك يلا. كاملة حبيبتي فوتي على أوضتك، شلحي ملايتك وغيري أوعيك. الله يخلي لي إياك يا شهيرة خانوم. كاملة؟ نعم شهيرة خانوم. أنتي حدا بعتك ولا أجيتي لحالك؟ ما حدا بعتني، أنا أجيت لحالي وهربت هريبة من بيت أهلي. معناها مالك رضياني عن عملة أمك وقت كذبت علي وأخذتك لبيت أبوك. لا والله يا شهيرة خانوم، ولو بعرف ما كنت رحت معه. خلاص لكان، روحي على أوضتك. وين كاملة؟ وين كاملة؟ صراحة ابن عمي. لك احكي شو بكي؟ كاملة هربت لعند جوزها. شو؟ هربت لعند جوزها؟ والله. لك شلون هربت؟ شلون؟ ما تريد الا وهي هربانة. لك شلون هربت فهميني؟ وين عيونك كانوا؟ والله انا كنت قاعدة بالمطبخ عم نجهز انا وعفاف للكبة، طلعنا ملقيناها. الله لا يوفقك لا انت ولا هي. ليش ما قفلتي عليها باب الأوضة؟ ليش؟ ما كنت عرفانة انها بتطيرهم لعند جوزها. ما بتعرفي مهد؟ ما بتعرفي مهد؟ يخرب بيتك، لك سوتي وشي وزلتيني قدام الرجال قدام جوزها. يبعث لي حمى يا ابن عمي، يبعث لي حمى. لك يبعث لك ان شاء الله 60 حمى حتى اخلص منك ومن عمايلك. تضربي.